بالفيديو. لن تصدق ما فعلته هذه الفتاة المصرية بعد خسارة المنتخب المصري أمام السنغال، شيء غير متوقع جعل الصحافة العالمية تتحدث عنها. خسر منتخب مصر نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام منافسه السنغال بعد مباراة امتدت لركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 4-2 اليوم الأحد على ملعب باول فيا ستاديوم في الكاميرون، وهذا ما جعل الجماهير المصرية تتفاعل بالغضب من وسط المدرجات، ومن بينهم هذه الفتاة المصرية التي فعلت شيء غير متوقع ما جعل الصحافة العالمية تتحدث عنها. وعجز المنتخبان عن هز الشباك على مدار 120 دقيقة بعدما تسابق لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم على مدار الأشواط الأربعة، لا سيما المنتخب السنغالي الذي أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 5 عن طريق ساديو ماني ليحتكم إلى ركلة ترجيح التي ابتسمت في النهاية للمنتخب السنغالي. كان منتخب السنغال خاض النهائي مرتين في نسختين 2002 و2019 لكنه عاجز عن الفوز بالبطولة بالخسارة أمام الكاميرون والجزائر على الترتيب. وما قامت به هذه الفتاة المشجعة المصرية بعد خسارة المنتخب المصري أمام السنغال كان شيء غير متوقع وجعل الصحافة العالمية تتحدث عنها، فلقد خلعت ملابسها من شدة الغضب وبدأت تركض في المدرجات والملعب، وهذا ما جعل الصحافة تتساءل لربما أنها مختلة عقليا، حيث أنه لا يمكن لشخص بكامل قواه العقلية القيام بشيء مثل هذا لمجرد أن منتخبه الوطني خسر المباراة.